كانت اول طلعتها عبر نشاطنا الاخباريه بالحفل اللي كان لمناسبه اكيد عيد الاستقلال اللي تم بالبيال، وشفتوا تفاصيله عنا باخبارنا، وطلتها الجماهيريه الكبيره اللي خبرت عنا كانت بتونس الخضراء، تونس اللي لها نجاحات كثير كبيره فيها وجمهور كثير كبير بنطرها من وقت لوقت. خبرينا باسكال، او قبل ما تخبرينا بقول لك كل عام وانت بخير. شو بعمل فيه يا عمي؟ بلقطنا من الشباك من الطاقة من تحت السيارة، شو هيدا؟ بونا نعمة، إن شاء الله تكون سنة خير وبركة عليك وعلى لبنان. الحفلة بتعقد، بس تعرف عنا جايين مش نايمين ومن سوسة كانت. أكثر ما بتعقد، كان 1000 شخص، جو سوبرب، يعني استقبلوني استقبال رائع، ملاقيين الفانز على المطار بالاوتيل، هيصولي فوتوني كاني عروس، ويعني حمسوني بشكل ما تتخيل قديه، فكانت كثير حلوه. وبعدنا واصلين هلا كثير، هيك لما بتكون رجع من حفله كثير حلو كثير الناس ملاقيتك والزهور وهالقصص، بتجي هيك متفائل، بدي اشتغل بدي اشتغل بدي اعمل، فالحمد لله الحمد لله. اكيد كم بدلك في لقيت العوده بعد الغيبه؟ قد صار لك غيبه عن تونس دخلك؟ سنه ونص، يعني وقت ما كنت بقى ما اصلا هي مزبوط مزبوط صح. وقت الساعه 12 شو فكرتي هناك؟ شو تمنيتي وانت بعيده عن للو هالمره؟ اول مره تكوني بعيده عن للو. بدي اروح، حكيته على سكايب طول الوقت على سكايب، هاي مامي هاي مامي، يقول لي لا لا بارني فكرني لعبه على ما بكره بتعود، والمامي قال طول بعمري يخلي لي اياها هي معه. ورحت الاحد يعني ما كثير، وهلا بتعرف بقوم بياكل مشان هيك راكده لشوفه. شو كنت عم تقول لي نسيت؟ عم نحكي انه شو تمنيتي هناك وانت بعيده عن عائلتك اول مره عن الي؟ اول شيء عيدت، عملوا احتفال باستراليا، دقت اختي عيدت معها على رجعت عيدت على دبي، رجعت عيدت على لبنان مع الماما وصريخ، ورجعت عيدت على تونس اخر شيء. ما في غير هي هي هذا بعيد ان شاء الله يا رب، يعني كلنا عم نقولها، بس صاروا بحسوا انه يمكن انا كثير عم تقول سلام، لانه يا ريت كنا بنغني ما بقى بدنا دم، كيفا بقى بدنا نعيش بسلام، بدنا ننبسط مثل ما كنا رجعين هلا من هالحفلات، تلاقينا كلنا بين بعضنا وعم نزرع الفرح والبسمه، هذا اللي بدنا اياه بال 2013، وانا بوعدكم بال 2013 حتكون سنه مثمره باذن الله، فاتين بعد 5 ايام للتصوير حتكون، حيكون في صور انا وللو هالجمعه كفر الشبكه ولها حتلاقون المجلات، وفي نشاطات كثير ان الله رد. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بالتوفيق، واكيد حتشوفوا كل هالمجلات. اذا تصوير الكليب حيكون بعدنا مع جو بعيد؟ معنا جو بعيد، خلصنا كل شيء، تصوير هلا 7 8 شهر ان الله راد الله راد. اذا هي السنجل مع الكليب حيكون قريب، اغنيه هو هيك بقول ان شاء الله، ولوك كمان مختلف اكيد. مروان خوري وباسكال عم تغني وجو بده يصور، يعني بومبس مالله. اوكي بقول لك بونني انا بقى بدك قل لي اسالني يلا. انا كنا قلنا بس تنتهي السنه بنقعد بين بعض، بيقعد الواحد بينه وبين نفسه بيعمل جرده، عملت بشوف السلبيات والايجابيات. شو جيب المجلات يا جماعه احكي شو قولي هلا العربي؟ اي لانه عشت اجمل سنه بلا قلق بلا ستريس، مبسوطه مع ابني، عشت احلى سنة بحياتي، لأنه بالأمومة اللي عشتها ما كان في ضغط الشغل كله، هلا رجعت على الضغط وعلى الشغل، بس رجع بقوة، اللي ما يفكر رجع إنه لا نص نص مزبوط، بس إنه حرجع بقوة مزبوط لحخلي قلبي شوي على جنب. ومن بعد أحلام البنات بشباط في غنية سعودية مع أسير رياض رائعة رح نصورها، في شغل على الألبوم بسرعة لإله، في طلات تلفزيونية كثير، يعني في كثير أشياء إن شاء الله يا رب. اكيد بالتوفيق. مين اهتم بطلتك بالحفله وشو لبستي لون؟ لبست كافالي بلاك اند جولد بتشوفون، وميك اب انا عملته شوفوا شعري. ثانك يو ثانك يو حبيبي، وشعري كوفيرت تونس بعقده هن عملوا لي اياهم. اكيد اكيد بس لمسه الاصليه لا طارق. يلا بوناني عقبال مني. اوكي وللمشاهدين بحبكم كثير كثير كثير، انتظروني بشيء روعه، بيزو.